تصرفاتي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خلي يطلعوا معنا خاوتنا. السلام عليكم اخويا طارق قواسمية، تحياتنا اخويا طارق، اخويا طارق قواسمية تحياتنا، وتحية لجميع رجال اهل ابو الشيخ خويا مصطفى. واش حوالكم؟ والله بغيت ندير مداخلة صغيرة برك، هذا وين ظهرت لي ندير لايف. على واش بغيت نهضر؟ بغيت نهضر على السكوت هذا اللي راهم ساكتين، الناس اللي راهي ساكتة. تحياتنا خويا نونو، الناس اللي راهي ساكتة، واش اللي سكتهم؟ واش اللي راهو يسكت فيكم؟ اسكو سكتوا غلبتوا، كامل غلبنا، ولا السكوت نتاعكم خوف؟ كاين الخوف، لازم نخافوا، اللي ما يخافش ميت، هذه ثانية. ولا ديتي حقك؟ السكوت نتاعهم والله ما فهمت. وانا كاينه واحد العباد ساكته، خويا طه طارق تحياتنا بابا، السكوت نتاعهم انا ما حرتش، انا مش حرت السكوت هذا اللي راهم ساكتين. واش هي السكوت هذا؟ اسكو ديتي حقك صافي. واش خصنا في الناس هذه كل اللي كانت ترغي؟ خصاتك سكنه اون فاليد، بعتي صحابك ديتي سكنه اون فاليد، فضت تعيش بها؟ واش راه تعيش؟ قداش راح تعيش؟ حالينك مخصوص، حالينك في الهم. واش هو؟ انا السكات اللي راهي ساكته الناس، انا ما فهمتش على واه ساكتين، انا ما فهمتش على واه راكم ساكتين، والله حرت على واه راكم ساكتين. كان غير عطيتونا جواب نورمال الى خوف، نعرفوهم هذا الجماعة اللي كانوا سابقا ما يستعرفوش وما يعترفوش، بعد من بكري ما يعترفوش بالتنسيقية، ومن بكري ما يعترفوش بالنضال. بصح باش يسكتوك سيادك، انا ما نقول لك والو، باش سيادك يسكتوك ولا يعدوك، وانت تجي تحب تسكت الرجال وتقولهم اسكتوا برك، وبعد العهد ان شاء الله يا ديجا من طول العهدة، بعد العهدة إن شاء الله أو يدير لنا أو يمدلنا، أو مدلنا الأول حتى يزيد لنا الثاني. وصحراوي تحياتنا صحراوي، أنا حرت. واش هو؟ إيه مصطفى جاوبنا نورمال، خوف خوف. ها هم يهزوه في الناس، اللي يهضر يهزوه. وين نحب الحقوق نتاعي، والحقوق نتاعي كمحارب العشرية نديها ذراع. شوفوا الهضرة تاع الصواب، حقوق نتاعي نديها ذراع، اليوم ولا غدوة، وإلا مت على جالها نموت شهيد. عقيدة بغلة، والله ماني مستعرف بواحد. والله انا قلت السلام سلام. زرداني مسكين، هو زرداني زرداني، هو كثر خيره مع كل احتراماتنا زرداني. قال كان يحب نعيش خايفين مع الخوافين. يمدلنا في اوت الفروطوار صحراوي صاحبي، بصح عيب او عيب او عيب. قضية نتاعنا تحاورنا عليها وقعدنا مع رئيس الجمهورية خمس سنين، مازلنا خايفين منه. واش راك البوبا يا البوبو ناس خنشرة؟ انا واش بغيت نقول لك البوبا البوب
انت صاحبي، انت صاحبي، شوف نقول لك انا امر في خنشره، انت انسان صاحبي في خنشره وبغيتك تفهم من الجماعه. جماعه تاع خنشره كامله داروني عدو بواحد الطريقه هكا. بصح انا ما قست حتى واحد في خنشره وما هضرت حتى واحد في خنشره. انا خنشره صرات حاجه بيني وبين سالم ومحمد بولحية وحاضرين زوز خرين جاوا لهنا عند طارق قواسميه على المشكل نتاعو نتاع عز الدين. المشكل نتاعو هو وعز الدين. انا درت الصلح، انا درت الصلح، انا طلبت الصلح وقلت لهم لازم او طارق معانا طارق. انا قلت لهم لازم الصلح، قلت لهم لازم ديروا الصلح، انتوما صحاب ويعرفوا بعضهم وناس كبار. ولكن بين ليلة وضحاها، بين ليلة وضحاها ظهرت خنشلة كاملة مش نورمال، خنشلة كاملة مش نورمال، خنشلة كاملة. أنا قاعد معكم خمس سنين في ولاية خنشلة، خمس سنين وأنا في ولاية خنشلة وفي المجلس نتاع خنشلة. اليوم صبح فيصل عدو، انا ما نقول والو. انا قلت لك، قلت لك الاشكال وين راح. الاشكال راهو على جال طارق قواسميه وخونا عز الدين، ونحكيو بالتليفون انا وياك ونفهمك واش صرا واش كاين. وبغيتك تفهم خاوتنا وخاوتي كامل تاع خنشله والرجال اللي نعرفها في خنشله، خير ما نحل لايف كيما هكا ونبداها من الارجيس كازاد ا بي سي دي تا دا دا نكمل كلش. هذه البوب صاحبي نكلفك بها برك، ربي يحفظ صاحبي وبارك الله فيك خويا طارق. وطارق معنا وراو شاهد وراو على بالو، وكاين الازهر مسعي وكاينين الناس حاضرين. خوك هذا انا بين الرجال ما نشعلهاش، بين الرجال انا عمري لا قست رجال، وبين الرجال ما نشعلهاش. انا جاو رجال قاسوا بعضهم تخاصموا على امر دخل بيناتهم الشيطان، دخلت بيناتهم بالصلح ودخلت معاهم بالاخويه وصلحت بيناتهم وسلموا على بعضهم والحمد لله. ولكن بين ليله وضحاها تتغير الامر نتاع خنشله، الامر تاع خنشله يا تصلح نورمال يا نحل لايف نحكيها من الاولى حتى تسقد، لانه كرهنا من بربرنا شبعنا من التبربير. هذا خلينا من خنشله. تحياتنا خويا حسين، حسين ربي يحفظ صاحبي يبارك فيك. الاس 400 انا واش بغيت نقول لكم، الحقوق نتاعنا احنا كمحاربين راهي مكفوله دستوريا. او خويا ابو جماعه عز الدين، ابو جماعه بن جمعه راك حاضر الحمد لله يا خويا عز الدين، الحمد لله يا رب العالمين، الحمد لله راك معايا في اللايف. انا بينك وبين طارق صلحت بيناتكم ووقفت بيناتكم كاخ، نعرفكم صحابي احبابي رجاله نعرفكم، صلحت بيناتكم ما خليت الشيطان يدخل، انا ما خليت الشيطان يدخل. انا رباوني الوالدين تاعي ومن الطبع تاعي انا ما نكونش الشيطان بين الرجال. انا الرجال كي يقيسوا بعضهم نصلحوهم نديروا لهم الصلح، والحمد لله يا رب العالمين سلمتوا على بعضاكم وتعشينا كيف كيف وكلينا الملح وتفارقنا خاوه والحمد لله رب العالمين الحمد لله. بقات في قضيه الحقوق، الحقوق نتاع نبداوها من تاع المشطوبين. يا المشطوبين المشطوبين خاوتنا، الحوارات اللي درتوهم وفات سابقا عيت نهضر 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 الله غالب. المشطوبين التسويه اللي سويتوها والباب اللي دخلتوا عليه، دخلتوا على الباب نتاع الامراض المزمنه، الباب نتاع الامراض هذا. تولي عندك مرض تدي حقك، ما عندكش مرض ما تديش حقك، وانت كمريض دوريجين مريض
الحمد لله الحادثه تاع وهر تشد على المرض نتاع تاع رجال العشريه، الناس اللي خدمت لي بطايا وكافحت لي راب واش هي الحاله تاعهم. الحمد لله هذه شهاده. والشهاده الثانيه التدخل تاع الافراد خاوتنا في عين الدفله. شكون قاعد يحمي في البلاد؟ يحميو فيها مولاتها اللي راهم عايشين في الامريكان وفي فرنسا. يا ونحميو فيها احنا. يا ونحميو فيها احنا، احنا ولاد الشعب. احنا اللي قاعدين نحميو في البلاد هذه. علاش؟ شكون اللي كروشا في عين الدفله؟ علاه كروشا ولادهم؟ ولادهم واحد في بنما، واحد في الامريكان، واحد في الانجليز، واحد في بريطانيا. ولاد الشعب حنا نحاربوا، حنا نحاربوا، حنا خدمتنا نحاربوا، بصح ولكن كي ما نحترموش بعضنا، كي ما نحترموش بعضنا، وما نقدروش بعضنا، وما نفهموش بعضنا، مستحيل من المستحيلات السبعة نقدروا نلحقوا الحقوق نتاعنا. آخر منشور داروا خويا طارق، قال لكم العملية اللي تمت في عين الدفله باب الوحيد للدخول للحقوق، افهموا مليح. ما فهمتوهاش؟ انا نفهم صاحبي. عندك فرد باب باش تدي به الحقوق نتاعك اللي تظل بها في الشارع. الباب هذا واش هو؟ مكافحه الارهاب. فرد باب، ما عندك لا باب لا زوج لا ثلاثه، فرد باب. الباب نتاعك هذا، الباب نتاعك في اطار مكافحه الارهاب، لانك بالباب هذا في اطار مكافحه الارهاب يقول لك الافراد اللي خاضوا الحرب يستفادوا ب 10% اوتوماتيكمون، 10% ديريكت زايده الخدمه، عيش السيده ديريكت ومو في الراتب نتاعك. هذا هو الباب اللي نهضروا عليه. وكي نصبحوا كامل نديوا المنحه هذه نتاع مكافحه الارهاب، المنحه ماشي انفاليد، منحه، المنحة هذه اللي نستفادوا منها من مكافحة الإرهاب، كاين الطريق مازالت طويلة. كي تدخل على الباب نتاع مكافحة الإرهاب تلقى الباب طويل. يا خاص ندير لايف ونحكي واش صرا كامل، أنت راك راجل تاع الصبح ونطلعوا واسمية طارق وعلى باله في كلش. دوك خويا طارق دير واش تحب، أناني معاك، أناني مع صاحبي وانت كشتيها واش صرا. والحمد لله يا رب العالمين خنشله كامله دارتني عدو ما نعرف واش قالوا فيا. انا دوك نفسر كلش، اللي راجل يمشي مع الحق واللي يمشي مع الباطل ربي يسهل عليه. المهم انا نهضر الصح. اسنا نبلوكيك يا وجهه لا اسنا شوف مشي تلعب على روحك. انا واش باغي نقول لخاوتي، مازالت عندنا لا شونس، والله مازال كاين وقت، مازال كاين وقت حقيقه، مازال كاين عندنا وقت اضافي نلعبوا فيه. اذا كاين ناس كبار صح، وناس تعرف تتصرف، وناس تعرف تهدر، وناس تعرف القانون كيما خويا طارق. وزادوا كاينين افراد، انا ديما ما كاين افراد قالك نتداخلوا معك ما خويا ونعطوا لكم القانون ونعطوا لكم كلش بلي بروف. مازال عندنا وقت اضافي قادرين نلعبوا به. في الوقت الاضافي هذا ربما نقلبوا عليهم الطابله، ربما نقلبوا عليهم الطابله. المهم يكون عندنا راي كيما كان عندنا راي نهار الاول الخطره هذه، يكون عندنا راي. المهم نخرجوا، اللي ما عندوش كلمه حنا ما نكونوا ما عندناش كلمه معاه، اللي ما عندوش كلمه معانا حنا ما نمدولوش كلمه. وافهم كيما تحب، ما عندكش كلمه معايا انا ما عنديش كلمه معاك، مادامك انت ما تحترمنيش انا ما احترمكش. سهلة مالا واضحة، مازال كاين وقت إضافي نقدروا نلعبوا فيه.
نقدروا نلعبوا فيه، قادرين، عندنا الامكانيات وعندنا الاشخاص، عندنا. وياتي شوف شوف باش كاينه ناس تتوسوس مني. انا حياتي حياتي والله مع المشطوبه. حياتنا وحياتنا ولنا الشرف، انا كمشطوب لنا الشرف نعرفوا عباد كيما هادو وناس ما تخلاتش على النظام. الحمد لله شهاده لله وعايش معايا. والوحيد اللي يشوف فيه يضرب ويهضر على المشطوبين وخير وما ننساوهش وربي يكثر من مثاله. اللهم امين. ما تشكرش بزاف باش من مش مليح. انا واش نقول؟ اسمع خويا، انا واش نقول؟ انا حياتي حياتي انا حياتي انا عايش مع مشطوب، على بالي بالمعاناه نتاع المشطوب، وعندنا اصحابنا مع متقاعدين حتى 3 ملايين ولا تسوى مليون ونص. منين كنا نقولوا لهم زيدوا لنا ما كفيناش، كنا نقولوا لهم الحمص ب 12000 غالي، ردوه لنا ب 50000. ويحيى ربي يرحمه، ويحيى كان يقول جوع كلبك يتبعك، بصح والله ما دارها، والله ما دارها، خي صراحة نصارعوا بعضنا كونك مولا كلمة كونك واعي. ويحيى كان يقول جوع كلبك يتبعك، بصح والله ما دارها. هاي هذا مش جوعونا. والسلام عليكم خويا طارق، احتراماتنا حبيبي، ربي يبارك فيك يا حبيبي.